الحمد لله الكبير المتعال الموصوف بالجمال والجلال المنزه عن الأشباه والأمثال المحمود على كل الفعال القائل وهو أصدق من قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم صدق الله العظيم. أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الثاني من الأسبوع الثاني الذي تقيمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في هذه الرحاب الطيبة المباركة الزاكية العاطرة رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن آل بيت رسول الله أجمعين. والأسبوع الثقافي سنة حسنة سنتها وزارة الأوقاف بعلمائها وقياداتها وعلى رأسهم معالي وزير الأوقاف فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، فندعو الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على هذه السنة الحسنة، وندعو الله تبارك وتعالى كذلك أن تظل هذه الأسابيع الثقافية مش على علم وهداية، وأن تظل تذكرنا دائما بالدور المركزي للمسجد في حياة المسلم. موضوعنا في هذا اللقاء الأسرة ودورها في المحافظة على استقرار المجتمع، وهو موضوع طيب مبارك نحتاج إليه كثيرا في هذه الآونة. وتذكرنا الهجرة المباركة أيضا بدور الأسرة، فقد كان من عوامل نجاح الهجرة أسرة مسلمة قامت بدورها حق القيام حتى نجحت الهجرة ووصلت إلى غايتها، وهي أسرة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فقد قام الأب بدوره وقامت الزوجة بدورها وقام الابن بدوره وقامت البنت بدورها، فتعاونوا جميعا على إنجاح الهجرة النبوية المباركة التي كانت حدثا عظيما غير مسار التاريخ. أيها الأحبة الكرام لقاؤنا اليوم فيه باقة من السادة العلماء الأفاضل الكرام، لقاء اليوم نتحلق فيه حول عالمين جليلين نستمع إلى ما لديهما من علم وفضل. معنا اليوم الأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، وفضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، ومعنا مبتهلا المبتهل الشيخ أحمد مشحوط أبو خطوة. لا أريد أن أطيل عليكم حتى أترك المجال فسيحا لكي تستمتعوا معي بهذا الفريق الطيب. نبدأ الآن بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها من القارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. (تصفيق)
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل المثاني والقرآن العظيم لا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لا ولا تحزن
فسبح بحمد ربك.
ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. كتاب الله قرآن كريم وفرقان ودستور قويم، هو النور الذي يهدي الحيارى، هو الخير المرجى والنعيم، به عز الأوائل كل عز وتوج ملكهم مجد عظيم. استمعنا أيها الإخوة الأحباب إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي، وما زلنا معكم في هذا اللقاء الثاني من الأسبوع الثقافي الثاني الذي تقيمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. أيها الأحبة الكرام، موضوعنا في هذا اللقاء الأسرة ودورها في استقرار المجتمع، وهو موضوع مهم في هذه الآونة التي نحياها. الأسرة أرض خصبة لا تجني منها إلا ما زرعت فيها، فإن زرعت فيها خيرا جنيت منها خيرا، وإن زرعت فيها غير ذلك لم تجني غير ذلك. والأسرة المسلمة عليها دور كبير، يجب أن يقوم كل أفرادها، كل واحد منهم يقوم بدوره من أجل نهضة المجتمع الذي يعيش فيه. نستمع الآن إلى هذه الكلمة التي يلقيها الأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا الموضوع وهو الأسرة ودورها في الحفاظ على استقرار المجتمع. لماذا؟ لأنه يريد توضيح دور الآباء والأمهات وكل من يعول أسرة. دوره دور كبير ومؤثر وقوي وفعال في استقرار الأسرة الصغيرة اللي هي أسرته التي يعولها، والأسرة الكبيرة اللي هي المجتمع. ليس هذا فحسب، بل الآباء والأمهات وكل من يعول أي أسرة له دور كبير وفعال في تقدم المجتمع في مختلف مجالات الحياة. لذلك قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث بيبدأ بكلام أو بأمر يجب تنفيذه ويجب اتباعه، حق اتباع لكل فرد منا.
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط الحديث ذكر أمثلة لمن هو راعي ومن هو المسؤول فقط، ولكن الكل مسؤول. لذلك بدأ الحديث النبوي الشريف بقول حبيبكم وحبيبنا المعصوم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع. وبعد كده في الجملة اللي بعديها جاء الحديث: وكلكم مسؤول عن رعيته. طب ما كان ممكن يتقال كلكم راع ومسؤول عن رعيته، لا، كلكم راع وتوكيد آخر ومهم وتثبيت، وكلكم مسؤول عن رعيته. ويأتي في نهاية الحديث: الرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. وينتهي الحديث بماذا؟ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تأكيد لما بدأ به الحديث. إذن كلنا مسؤول، كل واحد فينا مسؤول عما في يده من أي مسؤولية، كبرت أم صغرت، وعليه حتى وإن كانت مسؤولية شخصية يعني عن نفسه، هو مسؤول عن نفسه حتى ينقذها من أي شيء يضر بها أو تجعله يضر بغيره، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طائرا أو نباتا أو جمادا. والضرر بالجماد هو أن نستخدم الجماد فيما لا ينفع الناس أو فيما لا ينفع المخلوقات. فكل واحد فينا مسؤول، يجب عليه أولا أن يكون لديه خبرة ومعرفة قوية في أنه كيف يؤدي مسؤوليته، كبرت هذه المسؤولية أم صغرت. لذلك تتضح أهمية موضوع هذا اللقاء وهذا الحديث اليوم مع حضراتكم، وحضراتكم جميعا إن شاء الله من أهل الجنة، بل الفردوس الأعلى إن شاء الله سبحانه وتعالى. استقرار الأسرة أو استقرار المجتمع وهي الأسرة الكبيرة يتطلب أمرين مهمين. الأمر الأول هو الاستقرار المعنوي والنفسي، المتطلب الثاني هو الاستقرار المادي. إذن كيف يتحقق هذان الأمران؟ الأول، الأسرة هي البذرة التي تعمل على تحقيق الاستقرار المعنوي والنفسي والاستقرار المجتمعي، أو الذي يؤدي إلى الاستقرار المجتمعي، وكذلك الاستقرار المادي. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية الكريمة أشارت إلى الأدوات أو الوسائل التي تحقق الاستقرار النفسي والمعنوي للأسرة. وإذا تحقق هذا المطلب، الاستقرار المعنوي والأسرة والأسرة الأخرى والأسرة الماء والأسرة المليون وهكذا، إذن تحقق هذا المطلب الاستقرار المعنوي والنفسي في المجتمع كله، وبالتالي يقوى المجتمع
بعد استقراره ويتقدم في مختلف مجالات الحياة. الآية تشير إلى السكن، والسكن من معانيه الراحة والاطمئنان والاستقرار. فإذا اهتمت الأسرة بتربية أولادها وكل أفراد الأسرة على هذه العناصر الثلاثة المهمة، ضمنت الاستقرار المعنوي والنفسي، وبالتالي ضمننا الاستقرار المعنوي والنفسي لدى كل أفراد المجتمع. وإذا استقرت الأسرة، أو الأسرة المستقرة هي التي تبني لأولادها ولكل أفرادها علاقات ثلاث كبرى مهمة. العلاقة الأولى علاقة فرد الأسرة بالله سبحانه وتعالى، وتقوم هذه العلاقة على العبادة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعلاقة الثانية هي علاقة فرد الأسرة أيا كان بالكون من حوله، وأساس هذه العلاقة هي عمارة الأرض. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والعلاقة الثالثة هي علاقة فرد الأسرة التي تربى عليها من المسؤولين عن الأسرة، هي علاقة أساسها علاقته بنفسه، وهي تزكية النفس. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله سبحانه وتعالى بيقسم بالنفس وبخلقه لهذه النفس: إن خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فألهمها الله سبحانه وتعالى العقل والتمييز والبصيرة حتى تستطيع هذه النفس بنفسها وبذاتها وبمحاولة منها أن تفرق وتميز بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل. وإلا لماذا أنعم الله علينا سبحانه وتعالى بنعمة العقل وبنعمة التمييز وبنعمة البصيرة، وسخر لنا كل المخلوقات؟ لذلك جاءت الآيات بعد ذلك: قد أفلح من زكاها، أي من قد طهرها من كل ما يضر بها أو يضر بغيرها من المخلوقات، وقد خاب من دساها، أي دسها وغمسها في كل ما يضر بها وفي كل ما يضر بغيرها، وبالتالي هي ابتعدت تماما عن الطريق الحق. الأسرة هي التي تستطيع أن تؤسس وترفع بناء يتكون من السكن والمودة والرحمة. وإذا استطاع، وإذا يعني حين تهتم الأسرة بأسس الإيمان والعبادة، فتحقق الترابط والتراحم في المجتمع. لذلك قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نجد أن الصفة هنا
صفة مثل المؤمنين، صفة الإيمان التي غرستها الأسرة في أبنائها. إذا اهتمت الأسرة بأساس عمارة الكون، يدرك كل فرد في هذه الأسرة أن عليه دور في الحفاظ على موارد هذه الأسرة، وبالتالي موارد المجتمع، سواء كانت موارد شخصية أو ممتلكات عامة، ويدرك ذلك أنه يجب أن يكون منتجا. فإن لم يكن أسرة منتجة، فعلى الأقل بل يجب، هو فرض يجب على الجميع أن يكون منتجا بشكل آخر، وهو أن يرشد استهلاكه، وألا يسرف، وألا يبذر، وألا ينفق إلا فيما يحتاجه في حياته اليومية. أختم كلامي، إذا اهتمت الأسرة بتزكية النفس، فهذه الأسرة تنتج مواطنا صالحا يرسي ويؤسس ويرسخ صفات السكن والمودة والرحمة في الأسرة الصغيرة وفي الأسرة الكبيرة المجتمع. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، وقد أشار في كلمته إلى نقطتين جوهريتين. النقطة الأولى هي أن الأسرة لكي تقوم على أساس سليم لا بد أن تتمتع بالسكن النفسي والروحي، وهذا لا يكون إلا من خلال اتباع تعاليم الدين الحنيف. النقطة الثانية، أشار إلى علاقات الأسرة، علاقة الأسرة بالله تبارك وتعالى أولا، ثم علاقة الأسرة بالكون من حولها وبالمجتمع، وهذا أمر مهم، لأن الأسرة الصالحة تتعامل مع الكون ومع المجتمع بأخلاق الإسلام وبمبادئ الإسلام، فلا نرى من أفرادها عنفا، ولا نرى من أفرادها تشددا ولا تزمتا، وإنما نرى أفرادا صالحين مستقيمين على المنهج الإسلامي الوسطي. أيها الأحبة الكرام، ونحن ما زلنا في هذا اللقاء الطيب المبارك بين عالمين جليلين، وقد استمعنا إلى أولهما، ونستمع الآن إلى عالم جليل آخر، هو فضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وفخرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن سيدتنا السيدة نفيسة، وعن آل بيت نبي الله الكرام الطيبين الطاهرين، وانفعنا وانفحنا بهم وصلنا بهم وصل خير وبركة ونفع في الدارين، آمين. وبعد، فأهلا وسهلا بكم في رحاب هذا المسجد الطيب المبارك، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الجلسة خالصة لوجهه الكريم، وأن يفتح بنا وبكم وعلينا وعليكم، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أفضل وأجل نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا من أتباع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة المباركة تكريما وتشريفا وإعظاما وتقديرا لجناب النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وحتى تتحقق هذه الخيرية، وضح القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته العوامل التي تؤدي إلى تحقيق هذه الخيرية على أرض الواقع. من هذه العوامل ومن هذه الأمور التي تحقق خيرية هذه الأمة المباركة، الأسرة المسلمة القوية المتماسكة. بهذه الأسرة
أو من هذه الأسرة يتكون المجتمع، ومن المجتمع تتكون هذه الأمة المحمدية المباركة. وكلما كانت الأسرة خيرية ومباركة وقوية ومتماسكة، كلما ذلك انعكس بدوره على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، والعكس صحيح، أعاذنا الله وإياه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح لنا الأسس والمعايير التي تؤدي بنا إلى استقرار الأسرة المسلمة، وفي نفس الوقت حذرنا ونبهنا من أي شيء لا يؤدي إلى هذه الثمرة وإلى هذه النتيجة. الأصل في الزواج أو في تكوين الأسرة قول الله تعالى كما أشار أستاذنا الفاضل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فننتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح لنا في أحاديثه المباركة كيف نصل إلى مقصود هذه الآية، كيف يكون الزواج سكنا لنا، وكيف يكون مودة، وكيف يكون رحمة. أول هذه الخطوات المباركة هو حسن الاختيار بين الزوجين، أن يختار كل واحد من الزوجين شريك حياته بما يؤدي به إلى تحقيق مقصود هذه الآية. فقال صلى الله عليه وسلم عن اختيار الزوجة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. الدين هو المقام الأول أو أهم شيء، وكل هذه الأمور فرعية لا بد من تحقيق الدين في المرأة التي يريد الزوج أو الرجل أن يتزوجها. في المقابل قال صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية وفساد عريض. يبقى إذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ركز هنا في الحديث النبوي ده على شيئين مهمين: الدين والخلق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وهنا لنا وقفة بسيطة مع هذه اللفظة أو مع هذين اللفظين النبويين الشريفين. سيدنا النبي ما ركزش على موضوع الدين وبس، إنما ألحق بالدين الخلق. ما قالكش إذا جاءكم من ترضون دينه، مش أي شخص متدين أو يدعي التدين أو ظاهره التدين أجوز بنتي أو أختي، لا، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. يعني وخلقه، يعني لابد لهذا الدين الذي يتدين به هذا الشخص أن ينعكس على أخلاقه، أن تكون أخلاق هذا الشخص أخلاق طيبة، أن ينفذ في معاملاته مع أهله ومع أصدقائه ومع غيره من الناس، أن ينفذ ما تعلمه من دينه. لكن هو مش متدين تدين ظاهري، مش بيحافظ على الصلاة وبيحافظ على الصوم، وتيجي تتعامل معاه تلاقي أخلاقه مش كويسة، تلاقيه بذيء اللسان، تلاقيه يخوض في أعراض الناس، تلاقيه لا يحسن تقدير واحترام الآخر، هذا لا يصلح للزواج. لذلك سيدنا النبي ركز وقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، لابد من التركيز على الخلق كما نركز على الدين. الأمر الآخر والمهم أيضا في عملية تكوين الأسرة بعد أن يتم حسن الاختيار بين الزوجين، أن يعلم كل واحد من الزوجين، والكلام ده لنا كلنا يا جماعة، حتى الناس المتجوزة، ما بنخاطبش هنا الناس اللي لسه يقبلوا على الزوج، الكلام لنا كلنا. من أهم خطوات إنجاح الزواج وتكوين أسرة مسلمة قوية أن يعلم كل واحد من الزوجين أن الزواج حكم شرعي، ودي نقطة مهمة جدا للأسف للأسف كتير بيغفل عنها. الزواج يا جماعة حكم شرعي. يعني ايه حكم شرعي؟ يعني هتتسئل عنه زي ما هتتسئل عن الصلاة والصيام والحج والكلام ده كله، انت صليت ولا ما صليتش؟ طب صليت صلاة صحيحة ولا ما صليتهاش صحيحة؟ طب لما صليت كنت نويت بها وجه الله ولا نويت بها الرياء والسمعة؟ ده معنى حكم شرعي، يعني هتتسئل عنه.
الزواج كذلك وتكوين الأسرة ومعاملتك لزوجتك ومعاملة الزوجة لزوجها ومعاملتك لأولادك وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة، كل ده بنسميه حكم شرعي عندنا. يعني حكم شرعي يعني باختصار هتتسئل عن الزواج، هل أقمت الزواج كما ينبغي؟ هل راعيت الله سبحانه وتعالى في معاملتك لأزواجك أو لزوجتك وأبنائك؟ والكلام أو نفس الكلام بالنسبة للزوجة. عشان كده العلماء قالوا لنا إن مش كل واحد يصلح للزواج. أحيانا من أحكام الزواج الشرعي يا جماعة أن الزواج في بعض الأحيان قد يكون حراما. حرام يعني الشخص ده ما ينفعش يتجوز، أو البنت دي ما تنفعش تتجوز. طب لو اتجوز يأثم شرعا، وكل من شارك في هذا الزواج يأثم. متى يكون الزواج حراما؟ قالوا إذا كان الرجل لا يصلح للزواج، وتأكدنا أن هذا الرجل أو هذا الشاب إذا تزوج فإنه يقينا سيظلم المرأة التي معه، يقينا سيظلم الزوجة. عندنا في شباب أخلاقها مش كويسة، وعارفين طباعها كويس وعارفين أخلاقها كويس، وهذا الشاب لا يصلح للزواج، ده ما ينفعش يتجوز. أي حد يشارك في هذا الزواج يكون آثما، لأن هذا الزواج سيترتب عليه ظلم لطرف آخر، والله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم. وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. يبقى نقطة مهمة جدا إن كل واحد فينا لازم يعرف إن الزواج ده حكم شرعي، هتتحاسب عن كل حاجة فيه أمام الله سبحانه وتعالى. الزواج من الخطوة الثالثة عشان الزواج يكون صحيح ونحقق مقصود الآية، عندنا كده مثلث لتكوين أسرة قوية متماسكة. المثلث ده عبارة عن ثلاث أركان: أن تقوم الأسرة على التقدير والاحترام، أن تقوم الأسرة على العطاء، أن تقوم الأسرة على الأمن والأمان. التقدير والاحترام يعني يا جماعة يعني لابد من وجود وتوافر تقدير واحترام بين الزوجين، وكذلك بين الأولاد وبين آبائهم وأمهاتهم. لازم الزوجة تحترم زوجها وتوقر زوجها، في المقابل الزوج لازم يكون كده، لازم يوقر زوجته ويحترم زوجته. للأسف بنشوف ناس كتيرة جدا أو بعض الرجال المتسلطين على زوجاتهم، يحتقرون زوجاتهم ويهينون زوجاتهم، وفاكرين ان هم لمجرد ان هم ازواج فلهم الحق الكامل في اهانة الزوجة واحتقار الزوجة. خطأ. سيدنا النبي بيقول لن يضرب خياركم، يعني من يضرب زوجته او من يعتدي عليها ولو بلفظ بذيء فهو ليس من اهل الخير. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن خيرية الناس وعن افضل الناس قال ايه؟ قال خيركم خيركم لمين؟ لأهله، وأنا خيركم لأهله. يبقى هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا المقياس الحقيقي لضبط الخيرية في الإنسان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما أقدرش أقول على الإنسان ده إن هو كويس أو إن هو أفضل الناس أو إن هو أخير الناس لما نشوف معاملته مع زوجته ومع أولاده في البيت إيه؟ هل هو بيتعامل مع زوجته بغلظة وبفظاظة وباحتقار وعدم تقدير وبيطلع برة يعامل الناس باللين والحسنى وحسن الخلق؟ لا، ده يبقى إنسان كاذب في أخلاقه. لازم الخيرية تنبع من البيت الأول. خيركم خيركم لأهلي، يعني أفضل هذه الأمة وأخير هذه الأمة من يعامل أهل بيته بالخير. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فما ينفعش عامل زوجتي بطريقة وحشة واطلع عامل الناس بصورة كويسة، هذا نفاق. كذلك لابد من تعويد الأطفال وتربية الأبناء على احترام الآباء والأمهات. وأغلب مشاكلنا الأسرية دلوقتي ناشئة من هذا الأمر. كتير من الآباء والأمهات بيشتكوا من أولادهم إن هم ما عندهمش حسن تقدير ولا حسن احترام ولا حسن توقير الأب والأم. عشان كده الإسلام شدد كتير جدا في موضوع بر الوالدين وعقوق الوالدين. يبقى أول نقطة عشان ما نطولش عليكم الاحترام والتقدير. تاني نقطة العطاء. العطاء يعني كل واحد من الزوجين يكون كثير العطاء للآخر ولا يبخل على الآخر. عشان كده من أهم صفات الزوج اللي لازم ولي الأمر يبحث عنها لبنته أو لأخته هي صفة الكرم وعدم البخل. الكرم من أهم الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الرجل، والبخل من أهم الصفات التي ينبغي أن يحذر منها الولي أو تحذر منها البنت في الزوج أو الشخص الذي يتقدم لها.
لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن عذاب أهل النار وشدة العذاب الذي يتعرضون له، قال في نهاية هذه الآيات: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. جمع الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أقبح صفتين في الرجل، صفة من ناحية العقيدة هي الإشراك بالله، والصفة الأخرى من ناحية التعامل وهي البخل. عشان كده لابد أن يكون الرجل كريما مع زوجته، وأن تكون المرأة كريمة مع زوجها. وعندنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني يحفز الأمة على الموضوع ده، وضح لنا أن أي حاجة الزوج بيقدمها لزوجته يثاب عليها، وده أمر عادي وأمر طبيعي وكلنا بنعمله وده الواجب علينا، ومع ذلك تاخد عليه ثواب. واللقمة يضعها الرجل في امرأته له بها صدقة. وفي حديث آخر في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في عتق رقبة. شوف هنا ثواب الصدقة دي والأعمال الصالحة الكبيرة اللي انت بتعملها: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في عتق رقبة، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أعظم نفقة وأفضل نفقة هي النفقة على الأهل، مش النفقة على المساكين. خد بالك، النفقة على المساكين والفقراء دي نفقة أو صدقة تطوع، لكن النفقة على الأهل والأولاد والزوجة دي نفقة واجبة فتثاب عليها. آخر حاجة عشان ما نطولش عليكم، الأمن، أن يشعر كل واحد من الزوجين بالأمن والأمان مع صاحبه. محدش يقهر التاني، محدش يخون التاني، محدش يسيء إلى التاني. وهنا نقطة مهمة جدا نختم بيها، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يعني الزواج يا جماعة، تكوين الأسرة قائم على الحقوق والواجبات. كل واحد من الزوجين له حقوق لابد أن يأخذها، وعليه واجبات لابد أن يؤديها للآخر. بس شوف اللفتة القرآنية هنا اللي ربنا يقول فيها ولهن. ربنا هنا بدأ بحقوق الزوجة، قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لأن المرأة هي الجانب الأضعف. فلذا نبه الله سبحانه وتعالى الرجال إلى تقديم حقوق الزوجة أولا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. بعض الناس فاكرين إن زيادة الدرجة، درجة الرجل على المرأة، معناها الأفضلية. غلط. تعال شوف تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ترجمان القرآن لهذه اللفظة ولهذه الجملة، قال: الدرجة هنا هي درجة العفو والصفح من الزوج عن زوجته إذا قصرت في واجباتها، في مقابل أنه يعطيها كل حقوقها. لذلك قالوا: ما استوفى كريم قط. يعني الكريم ما يستوفيش كل حقوقه. ودي كانت من خصائص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان أحيانا يتنازل عن حقوقه. فحتى تتماسك الأسر ويقوى المجتمع، لابد أن يؤدي كل واحد منا ما عليه، وأن يتجاوز في بعض حقوقه. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم على حسن استماعكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على هذه الكلمة الطيبة التي وضع فيها أيدينا على كلمة السر في الأسرة الناجحة، وهي الاختيار الصحيح منذ البداية، منذ بداية تكوين الأسرة. الاختيار الصحيح للزوج وللزوجة على أساسين: الدين والخلق، على أن يكون مرتبطين معا، لا الدين وحده فقط والأخلاق وحدها فقط، ولكن الدين والخلق معا. أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا معكم في هذا اللقاء الثاني من الأسبوع الثقافي الثاني الذي تقيمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم في هذه الأيام المباركة التي نحتفل فيها جميعا بذكرى الهجرة النبوية على صاحبها أطيب الصلاة والسلام، وهي ذكرى عطرة فيها الكثير من الدروس التي ينتفع بها المسلم في دينه ودنياه. في هجرة المختار كم من آية للعارفين بهجرة المختار: قوم غلاظ جاحدون بربهم عادوا وآذوا سيد الأبرار،
كم كذبوه وعذبوا أصحابه بالجوع والتشريد أو بالنار ورموه زورا بالجنون وأجمعوا أن يقتلوه بصارم بتار، لكنه وهو الحبيب محمد ترعاه عين واحد القهار، لا الكيد أعياه ولا يوما بدا مترددا من خيفة الفجار، بل قال لو وضعوا يمين الشمس أو قمرا يساري لم ألذ بفراري، حتى إذا أذن الإله بهجرة بزغت خيوط الفجر والأنوار. أيها الأحبة الكرام، نبقى الآن مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم أدم للمسلمين مجدهم وعزهم واحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ورد الناس إلى الحق والعدل يا رب. سلمان سلمالك الملك فهو الآمر الناهي، ولا تخف عاديا ولا المظلوم إن علقت به إن علقت به الرزايا واجزي كل تيام. فاسجد له واقترب تبلغ بطاعتي. فاسجد له واقترب تبلغ بطاعتي ما شئت في الدهر من عز
سيدي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله يا جاهلين على الهادي ودعوته يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون لقبتموه أمين القوم لقبتموه أمين القوم لقبتموه وما الأمين على قول بمتهم جاء النبي فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نبينا محمد صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه هكذا أيها الأحبة الكرام بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ أحمد مشهود أبو خطوة نأتي إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك من الأسبوع الثقافي الثاني الذي تقيمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من هذه الرحاب الطيبة المباركة الزاكية العاطرة رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة كان معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ والأستاذ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وافتتحنا هذا اللقاء بتلاوة للقارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي ثم اختتمناه بابتهالات للمبتهل الشيخ أحمد مشهود أبو خطوة كل عام وأنتم بخير ونلقاكم دائما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.